البنات كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم؟ نتوما انا يلاه فقد دابا ندير هاد الماسك لشعري. فاش غادي ندخل ندوش غادي ندخل نضرب بواحد التدويشه البنات. هاد الماسك فين نشوفو قرب نساليه واعر. خلي لكم لاباج ديال البنت هنايا عندها حتى داك الزيت اللي كنت بارطاجيت معكم فاش كنت كنبوكلي شعري واعر بزاف. خلي لكم لاباج ديالها هنا وغادي نخلي لكم في الديسكريبشن. المهم خلي لكم لاباج انستغرام ديالها هنا. سمحوا لي على هاد الهيئه اللي كندير لكم بها الفيديوهات والله هي من خاطر ولكن هادشي اللي عطى الله. انا راه صريحه معاكم وكنوريكم الحقيقه. المهم البنات اليوم مش عارفه معرفتش شنو غندير لي واش ندير لي بروشينغ ونطلقوا ولا نجمعوا مع الصهد. انا وطلق الشعر ما كنتش فاهموش. عرفتوا البنات شنو وقع لي؟ ترست لي انا موسيتي وليت كنعس في الارض. ندير معكم جيت ريدي ويد مي غنبارطاجي معكم كلشي من اتش زد. انا اليوم غادي نوريكم الميك اب اللي غندير التكشيطه اللي غنلبس صنداله من اتش زد من رجليات لراسي. الله خرجت من الدوش كلوا لي بالصحه والراحه. دابا البنات غادي نبدا نوجد في راسي. اول حاجه غادي ندير هي غادي نقح جباني واحد شويه صافي. وغادي ندير اول حاجه غادي ندير هي لا كريم ايدغاتونت. غندير شويه على طب وجهي نرطبو مزيان البنات حيتاش غادي ندير المكياج. وكما كتعرفوا الميك اب باش يطلع لكم زوين خاصكم تيدغاتيو لابو مزيان مزيان مزيان. طحت لي بيرسينغ ديالي ودابا مع العيد كلشي صعيب مبقيتش من شريحة. المهم البنات الا بقيت كنشرح لكم كل حاجه بلا ديطاير غادي تملوا. انا غادي نخليكم وغادي تشوفوا شنو هو غادي ندير من احت الزيت في شعري. وغادي ندير ليه واحد الجميعه بلي زيكستونسيون صافي. وابخي غادي نلبس القفايطين. شوفوا البنات الشكل النهائي. بقاو لي غير لي زاكسسوار غنمشي ندير واحد الطوينكات بيضين. جيت نقلب لي زاكسسوار ديالي ما لقيت حتى شي حاجه حتى شي حاجه عندي بيضه حتى شي حاجه. داكشي علاش وحلت حتى السلسله ما عنديش ديم عندي غير صفر صفر صفر. ايوا صافي ما كاينش كيتحاب ليا دونك ما نديرش السلسله صافي اصلا نديرها هاد الشوكه يعني مزيان. البنات حتى نمشي وصورني شي واحد تشوف القطان كامل. دابا باقي ما اختاريتش الطالون اللي غادي نلبس معاه. المهم انا غادي نبارطاجي معكم الطالون اللي غادي نلبس معاه. صراحه البنات عجبني المكياج بزاف. شوفوا جا زوين مع القفطان. غير هو حاجه واحده اللي تعصبت فيها هي فاش بغيت نلصق الشفار ناري ما يمكنش لاكول عذبات كانت غتخسر لي المكياج كامل. ولكن ما غاداش نلبسها دابا حتى دابا غادي نمشي سايقه حتى نوصل عاد باش غادي نلبسها. عرفتوا راه ما يمكنش كميه الصهد وانا ما كنحملش الصهد وعانيت وانا كنماكي في الصهد ودابا راه عرقانه. عرفتوا فريمون فريمون عرضات في الصيف موفيز افيغ والله. انا بعدا عرسي غنديرو في البرد ما غاداش نديرو في الصيف لانني كنراعي الناس وكنراعي راسي. ناري تخيلوني عروسه وعرقانه غنكون عروسه مخنزره من الاخر ما نضحكش انا في عرسي اذا كان في الصيف. هما ريت لي هاد الطوانق لما لقيت حتى شي حاجه بيضه. شو هاد البنات قال لك البنات السمرات كيميلوا لي زاكسيسوار صفرين كثر من البيضين. قولوا لي واش هاد اللعيبه فغي في لي كومونتير ولا لا. اوش بس بخير. لا 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 لا
عرفتش واش كان باليكم مزيان ولا لا، ولكن انا جيت للطوموبيل باش نستراح شويه، عرفتو عييت ما كنقدرش نبقى نسمع موسيقى وقت طويل كدير لي الشقيقه، وخصوصا مع هاد الجمعه البنات عرفتو شحال صعيبه ما كتجبدوا هاد البلاصه، كتحسوا بداكشي كيبقى يضرب لكم هنايا. هاد الجمعه البنات اللي كيديروها غيعرفوا شحال صعيبه كدير في الراس، ولكن كتجيني زوينه، انا كتعجبني الصراحه. مع الصاد ما يمكنش كون صايبت شعري وطلقتو زعما الكره وقف مسكين لا ما هكا، والبيبي هي وداكشي وداكشي البنات وجات فيني وانا كيوت. هادو لي زيكستونسيون باش مابقاوش يقولوا لي واو شعرك طوال، هادو لي زيكستونسيون، هادو هما لي زيكستونسيون ديالي اللي كنديرهم ديما فاش كنبان لكم شعري طويل. اما شعري راكم نتوما عارفين قداش حد هنايا، هادو زيكستونسيون. حتى شي نهار نبارطاجي معكم كيفاش كندير هاد الجميعه، ندير لكم توتوريال ديال بالنسبه للبنات اللي عندهم لي زيكستونسيون، كتجي فنه. شوفوا الصراحه هي اللي كتجي مع الصهد حيت ما يمكنش. او جيسبر تكونوا مستمتعين معايا في هذا الفلوغ، واخا صراحه ما كنصورش لكم مزيان مزيان حيت كاينين الناس فهمتوا، ضروري خصني نحترم الناس اللي ما باغيش يبانوا في يوتيوب وداكشي. العروسه والعريس ما نقدرش نصورهم لكم حيت بيان سور حتى هما ما وخداش منهم الاذن باش نصور، دونك كنحاول نصور لكم غير راسي وشي حاجه اللي ما فيهاش الناس. مبروك على العروسه والعريس، الله يكمل عليهم بالخير ان شاء الله، والعرس زوين فن ما شاء الله وزويون وما فيهش الناس بزاف. كنحمق عليكم انا يعني كنموت عليكم، عرفتو نتوما اللي منسيني وحق الله، عرفتو هاد البيريود عندي غير نتوما والله كنحمق عليكم البنات، عرفتو ما يمكنش لي ميساج ولا امور ديالكم. والله كنقرا دابا في انستغرام مع كل الستوريات ما يمكنش، المهم نخليكم انستغرام ديالي هنا اللي باقي ما دخلش يدخل حيت ديما كنلوح لكم في ستوريات، وشوفوا راه طار رياض فرع عاوتاني ماشي مشكل بعد كيما ندير. المهم قلت لكم في انستغرام ديالي كنلوح لكم ستوريات، عرفتو ما يمكنش لامور ديالكم شحال كيعطيني الموتيفاسيون، شحال كيعطيني لينيرجي بوزيتيف، وشحال كيأثر عليا. ما يمكنش ما يمكنش الحب ديالكم البنات، والله حتى كنموت عليكم. فيديو جيسبر يكون عجبكم، بسلام عليكم، نتلاقاو فيديو جاي.